نحمدو كل نصوص سيد نقيب عدنان، سيد نقيب فاليغو، سيد نقيب البكا، سيد نقيب هيئة المحامين بالتغيير دأس، زميلتي زملائي. أن أتواجد اليوم في هذه الندوة هو في الحقيقة هو حلم أن أتواجد إلى جانب أهراماتي هنا رئيس جمعية حالي ورئيس جمعية سابق وأستاذ خالد خالص الذي كنت أتسند على يده المحاماة بعد دستور 2011. أقول أن المحاماة هي أصلا حلم وهي الأمل، هي المستقبل، وهي ضمير هذه الأمة، وهي حاجة مجتمعية. وبات الحقيقة حينما لم يجد في المغرب أرشيف للمملكة كان المحامون هم أرشيفها، وهم من حاولوا إعادة رواية الحقيقة لما وقع. فنقول بأن المحاماة لا زالت على العهد وفية لما كانت عليه فمن خلاله. فبعد إخراج وثيقة سوريا ل 2011 نقول أن الأضواء سلطت السلطة القضائية من خلال تنزيل مجموعة من القوانين التنظيمية والمؤسساتية، فيما ظل قانون المحاماة دون أن يحرك ساكنا. أصبحنا نطرح معه دائما سؤال، هل يتجه مشروع التعديل أو أي تعديل قدم لنا هل يتجه نحو دعم وتقوية دور المحامي ورسالة الدفاع في الإسهام في بناء صرح الديمقراطية وشروط التقدم والتنمية والارتقاء الاجتماعي العام، خاصة وأن المحاماة كما قلت شكلت صوت الرافد للظلم والقهر، إذ جسدت مكانتها وقالت لا في عدة محطات خلال العشرية الأخيرة، وقالت لا حينما صمت الجميع، قوى سياسية، أحزاب، وكذلك المؤسسات الوسيطة ما بين الدولة والمجتمع. المحاماة كانت حاضرة خلال هذه العشرية في محطات يمكن أن نجملها في 6 محطات أساسية. والمحاماة يا سادة كما قلنا فهي شأن مجتمعي، بل هي كما هي حاجة مجتمعية أصيلة من أجل، وكانت تدافع من أجل حقوق المواطنين وليس من أجل حقوق في أوية ضيقة. المحطة الأولى نتذكرها جميعا حينما سعت الدولة لثلاث سنوات أو أكثر من أجل منع الحجز على أبواب الدولة في خلال تبرير مادة معينة في قانون المالية. من تصدى لها؟ من قال لا حينها؟ الأحزاب السياسية؟ القوى السياسية؟ نقول لا، المحامي هو من قال لا لهذه المقتضى على مدى 3 سنوات. وبحضور نقابلنا كانت هناك وقفات، كانت هناك نقاشات، وتصدينا لهذا المقتضى، لكنهم في الأخير السنة الرابعة أعتقد أو الخامسة استطاعوا تمريره، لأن الدولة كانت دائما تقوم بتحوير هذه المادة وتقوم بإدخالها في كل قانون المالية. المحطة الثانية وهي حين جائحة الكورونا، هنا تم إغلاق العدالة وانكمش القضاء على نفسه، من وقف ومن صمد، وكان هناك عدوان ثلاثيا على مرفق القضاء من خلال دورية ثلاثية موقعة من رئيس المنتدى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة، وكذلك وزير العدل. المحامون هم من وقفوا ضد هذه المسألة. المحاكمات عن بعد، من انتقدها في المجتمع من غير المحامي؟ نقول بأن المحاماة دائما تبقى ضرورة مجتمعية من أجل نطق بقول الحقيقة. المحطة الثالثة وهي الجواز الصحي دائما. لن ننسى بأنها كانت معركة لتكسير العظام مع مؤسسات معينة، وكان العدوان الثلاثي للمرة الثانية حينما أصدروا قرارا ودورية منعوا فيها مرتفقي العدالة من الولوج للعدالة. فكيف يمكن أن نتصور أن المحامي يدافع لا يدافع عن مصالحه الضيقة، وإنما دافع عن مصالح المواطن، هذا المواطن الذي سيخاصم ذلك القرار الإداري؟ فكيف يمكن له أن يخاصم قرارا إداري موقعا من رئيس منتدى للسلطة القضائية الذي هو رئيس محكمة النقد؟ هل يلجأ إلى القضاء من أجل، فكيف لهذا القضاء أن يحكم ضد قرار صادر عن رئيسه؟ هذا ما كنا ندافع من أجله وليس من أجل مصالح ضيقة كما قلت. المحطة الرابعة وهي الضرائب. الضرائب كذلك
فعكس ما سوق له إعلاميا أن المحامي لا يؤدي الضريبة، نقول لا أبدا، فهذا الأمر غير صحيح. فالمحامين ناضلوا من أجل أن تكون هناك عدالة ضريبية تحمي المواطن البسيط في نوعية معينة من القضايا ينبغي إعفاؤها من الضريبة. فتلك السيدة التي تطالب، قلنا هناك إذن بالنظر لضيق الوقت سأحاول أن أمر على بعض المحطة الخامسة، وهي المحطة الأساسية لأنها سترهن مستقبلنا لمدة 50 سنة، ونقول بأنها معركة أساسية، هي معركة مشروع قانون المسطرة المدنية. نقول أننا نضلنا واعترضنا على هذا المشروع مرة أخرى، ليس دفاعا عن المصالح المهنية، وإنما دفاعا بالأساس على العدالة التي ينبغي أن تكون متاحة للجميع ودون متمييز، لأن المشروع الحالي يسعى إلى خلق عدالة للأغنياء، عدالة يمكن أن نقول أنها تنظر إلى ذلك المواطن الضعيف البسيط الذي لا يتجاوز نزاعه مبلغ 40,000 درهم، لا يمكن أن يتجاوز عتبة محكمة الدرجة الأولى، فهي نظرة احتقارية إلى هذا المواطن، نظرة تقليلية، نظرة تنقيصية. وتزيد أكثر على أن النزاع الذي لا يتجاوز 100,000 درهم، نقول له من خلال المشروع: أنت أيها المواطن، قضاة النقد ليسوا هنا وليس لديهم الوقت للنظر في نزاعك. هذه معركتنا الحقيقية، معركة المواطن. نقول أن هذا القانون بالذات سيحكم عملنا ومسارنا ومسار هذا البلد لأكثر من 50 سنة المقبلة. وعلينا أيضا، فحتى الحكومة نقول لها عليها أن تكون ذكية سياسية، لأن يطلق عليها بأنها حكومة رأسمالية، فكيف لها أن نقول أنها أنت حكومة رأسمالية وتسعين إلى تكريس هذه القوانين الرأسمالية؟ فعليك أن ترجعي إلى نصوصك الأساسية من أجل دعم الدولة الاجتماعية. في الأخير أستاذ خليل، سوف أختم أقول بأن هناك 4 نقط أساسية ينبغي الوقوف عليها، هي استقلال التام من المحاماة، وهذا الاستقلال لن يكون إلا من خلال تكريس القانون والأخلاق. لا بد للمحامي أن يكون قانونيا وأخلاق مكونا من ناحية الأخلاق. المسألة الثانية الأهلية الرفيعة، التكوين والتكوين المستمر، لأن في التكوين تكون حصانتنا وكذلك المناعة أو الحصانة. فالحصانة ليست بامتياز شخصي، وإنما هي امتياز لذلك المواطن، لكي لا نقوم بترهيب الدفاع، بترهيب هذا المحامي من أجل قول كلمة لا. والثالثة والأخيرة، وهي ابتكار آليات لتخليق المهنة، لأن التخليق الداخلي سيحصننا بشكل أساسي. وشكرا لكم واعتذر لكم.